اليوم نحن بمدينة القنيطرة في إطار المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة العدل في إطار واحد الدورة تكوينية في موضوع قانون العاملات العمال المنزليين، خطوات نحو عدم الاستغلال، من تأطير واحد العدد ديال الفعاليات نسائية ديمقراطية حقوقية محامين اللي قربوا الموضوع من زوايا قانونية مجتمعية، ركزت على واحد العدد ديال الانتهاكات الحقوقية ذات الصلة بالأوضاع ديال عمال وعاملات البيوت. ناقشنا كذلك القانون ديال العمال والعاملات المنزليين اللي مفروض ان 16 سنه، القانون الحالي فيه 16 سنه ديال عاملات المنازل، تنعتبروا 16 سنه المكان الطبيعي هو التنشئه الاجتماعيه هو المدرسه. هذا القانون للاسف كانت نزلته الحكومه ديال عبد الاله بن كيران. كذلك الموضوع تقرب من الزاويه ديال التمكين القانوني لواحد العدد ديال المشاركين والمشاركات في هذه الدوره التكوينيه الاولى، تعريفهم بالترسانة القانونية، بالضمانة على المستوى الدولي لواحد العدد ديال القرارات ديال الأمم المتحدة، ديال منظمات العمل الدولية، الدستور المغربي، وأيضا هذا القانون على علاته ديال العاملات والعمال المنزليين. هاد الندوة تندرج في إطار البرامج والأنشطة التي تنظم المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان لا الإشاعية والتكوينية التي تستهدف تقوية ديال القدرات ديال الفاعلين المدنيين. نحن الآن توجدين بمدينة القنيطرة في حضور دورة تكوينية حول قانون المنظم للعاملات والعمال المنزليين. كانت هناك مداخلات من طرف بعض الهيئات الحقوقية لشخص محاميين بهيئة القنيطرة، الأستاذ حسين بنون والأستاذ أحمد السهيل، وكذلك تدخل أخت أو أستاذة سبيحة صدق اللي هي فائدة حقوقية وجمعوية. الهدف من هذه الدورة التكوينية هو التحسيس بضرورة تفعيل القانون المنظم لعمل أو للعاملات والعمال المنزليين، هو القانون 12/18 اللي تم الإدراج ديالو منذ سنة 2018 الحكومة أو يعني أعطتهم مهلة ديال 5 سنوات من أجل برمجة القانون لتفعيل هذا القانون. إذا وذلك بالدعوة إلى تحديد السن القانوني للأعمال، تحديد الأجر الأدنى، كذلك ضرورة وجود عقد بين المشغل والعامل، وكذلك الدعوة كذلك إلى تحديد مفهوم ومصطلح العامل المنزلي، يعني فقط لا يسمى أو تغيير كلمة مصطلح خادم المنزل، لأن كلمة هي قبلية الآن أصبحت تعتبرها كلمة عامل منزلي أو عاملة منزلية اللي كتضم كذلك حراسة، استانة، أي عمل اللي كتخدم في البيوت مثل خياطة وغيرها. والآن في هذه الدورة التكوينية تمت مناقشة هذا الموضوع والدعوة إلى المجتمع المدني لتبني هذا الموقف وفضح جميع ممارسة التعسفية ضد هذه الشريحة في المجتمع. وشكرا لك. عملنا اليوم على تنظيم ندوة علمية في موضوع عاملات وعمال المنازل، أي حماية قانونية واجتماعية لهذه الفئة بتنسيق وشراكة مع وزارة العدل، بحيث ارتأينا تنظيم هذه الندوة بخصوص هذا الموضوع على اعتبار أن هذه الفئة الهشة من عاملات وعمال المنازل، وبناء على التقارير الوطنية والدولية التي ترصد على أن هذه الفئة تتعرض لكل أنواع الحيف والظلم من اعتداء جسدي وجنسي ومعنوي ولفظي، بل أكثر من هذا الغالبية منها لم تتوصل بالحد الأدنى للأجر التي حدده قانون 12/19 والمحدد في 60% من السميق، ثم أنها لم تتمتع بالراحة الأسبوعية وكذلك العطلة السنوية، بل أكثر من هذا ثبتت مجموعة من التقارير أن هذه الفئة تكون معرضة أكثر لهذا الاعتداء، وبالتالي لا ينتبه إليها على اعتبار أن السيد مفتي الشغل التي أعطى له القانون الحق في الولوج لمعاينة تلك الانتهاكات يصطدم بمبدأ حرمة المنازل. ونحن نقول في المنتدى كحقوقيين
على أن إذا كان هذا المقتضى يتصادم مع حرمة المنازل، فنحن نعتبر أن حرمة الجسد وحرمة الحرية وحرمة الشعور المعنوي الإنساني لهذه الفئة هي أولى من الحماية من المنزل. وبالتالي نحن نطالب المشرع المغربي في العمل سريعا في تنزيل القانون التنظيمي الذي يكمل الثغرات الذي يعاني منها هذا القانون 12-19 والمستهدفة المستهدف للفئة دي العاملات وعمال المنازل التي هي أولى بالحماية من غيرها. وشكراً.